مساء الخير. طبعا المشي في منطقة نص البلد في القاهرة من أمتع ما يكون. هنا في جو تاني، بتحس بالقاهرة الخديوية، القاهرة الناصرية، المباني القديمة، الشوارع الشهيرة، معبد عدلي، جامع عمر مكرم، الكنائس الجميلة اللي موجودة، الأبنية الجميلة اللي موجودة، منطقة اللي خاصة بالشواربي والهدوم والكلام ده، الآيس كريم والتويدر وحلواني العبد، يعني بيكون ليها طعم تاني وجو تاني. لازم لما تيجي نص البلد يعني من الأفضل كده تعمل حاجة، يعني تاكل حاجة، تشرب حاجة بقى. حتى دار المعارف والمكتبات الجميلة والهيئة المصرية العامة للكتاب اللي بتبيع كتب مخفضة، يعني لازم زي ما بقول لك تيجي تشتري كتاب، تاكل حاجة، تشرب حاجة. النهاردة نروح فلفلة، ناكل في فلفلة، الفول بتاعها جميل جدا. فخلينا كده ايه، يعني نشوف اخبار فلفلة ايه. شوفوا دلوقتي انا ماشي في شارع الشواربي، ده من احلى واشهر الشوارع اللي بتبيع يعني منتجات هدوم وملابس واحذيه وكاوتشات وحاجات كده، ويمتاز ان هو يعني اسعاره كويسه، وبيمتاز برضو انه في كراسي يعني حجر كده، وان العربيات ما بتمشيش فيه. والعلم انا بعتقد لو اتطور شويه هيبقى نموذج حلو قوي، المكان كويس في نص البلد. دي منطقه الشواربي، خلينا بس نوسع العدسة شوية اللي أنا ماشي فيها. خلينا برضو نقلب الكاميرا، شوفوا قد إيه جميل الشارع وفي شجر. للعلم في حاجة في الغردقة كده برضو، يعني أنا ما روحتش الغردقة كتير، يمكن أعمل فيديو فيها كبير، بس في شارع بس يمكن مش في ذهني اسمه دلوقتي، برضو نفس الفكرة كده. شوفوا قد ايه الشارع ده جميل، هو شارع حاجه فيها شين بس انا مش متذكر بقى. شارع جميل جدا، شارع الشواربي. شوفوا الاشجار اللي في النص الجميله دي، والاعمدة النور الكلاسيك الجميله. ده بقى يا جماعه شارع الشواربي، اللي يعني اللي عايز يجيب حاجه ملابس نوعا ما بتكون كويسه ويبقى اسعار كويسه يجي شارع الشواربي. شكرا. شوفوا قد ايه شوارع نص البلد جميله، والابنيه القديمه الخديويه الجميله دي بقى كانت القاهره، يعني كانت قلب القاهره، ويعني مكان زخم الاحداث في القاهره الخديويه والقاهره الناصريه والسادتيه، وبرده مبارك. بس طبعا خدنا منحنى تاني بقى في مصر الجديدة، مدينة نصر والتجمع الخامس، ودلوقتي ان شاء الله جاية العاصمة الإدارية الجديدة على خير ان شاء الله. واخر الشارع ده تمثال طبعا مؤسس الاقتصاد المصري العظيم طلعت حرب، اللي عمل يعني مؤسسات اقتصادية عظيمة جدا في البلد. ده ريش كافيه اللي كانت بتغني فيه ام كلثوم يا جماعة، وشهير جدا في منطقة طلعت حرب. نقلب بقى الكاميرا، ده البوم بتاعنا، واحد فول، واحد طعمية، واحد بطاطس. نشوف بقى الدنيا فيها ايه. هو ده الأكل يا جماعة، فول طعمية بطاطس، طبعا فلفلة مشهورة، ده الأكل الجميل. نقلب كده الكاميرا وندور معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظيم. خلص ده كمان، خلصنا فلفلة على خير، اكل جميل. الفول بتاعهم بيبقى جميل كده، في مزازه كده، ليمون، حاجه جميله جدا جدا جدا. يعني هنشوف كده لو هينفع نروح عند قصر النيل، ممكن نصور شويه البلد في الوقت الجميل ده.
خليك نروح. طبعا ده بدايه كوبري قصر النيل الجميل، فندق سوفيتيل نايل ريتس على النيل، برج الجزيره طبعا، نهر النيل العظيم، كوبري 6 اكتوبر، الماريوت، الميريديان، سميراميس انتر كونتيننتال، يعني منطقه نص البلد، الاوبرا طبعا الجميله، نهر النيل، حي المانيال، جاردن سيتي، الزمالك على مرمى البصر، الاذاعه والتلفزيون، الخارجيه، يعني انت في منطقه داون تاون الجميله. فور سيزون برضو هناك، كامبانيسكي برضو هناك، فنادق شيراتون وسوفوتيل والاوبرا الجميله، وده كوبري قصر النيل، الكوبري الجميل اللي عمله الفيديو اسماعيل، شايفين انشي في عهد حضره صاحب الجلاله الملك فؤاد الاول، كوبري الخديوي اسماعيل، يعني هو تقريبا بيتكلم على يعني ممكن التجديدات او حاجه، خلوني بس اتذكر على حسب معلوماتي ان هو اللي عمل الخديوي اسماعيل. يعني شوفوا الجمال، شوفوا الكروزات الجميله، شوفوا نهر النيل الجميل والكروزات الجميله. وللعلم يا جماعه، ممشي اهل مصر اللي انا عملت منه فيديو على مرمى البصر، المسافه اللي من امبابه لكوبري ابو العلا او لحي ابو العلا، ابو العلا ده ممشى اهل مصر، وبرده المكان ده المفروض ان هو ضمن المشروع وهيتم تطويره، يعني لان زي ما قلت لكم ان هو هيتعمل من حلوان لشبرا. شوفوا الجزيره، شوفوا برج الجزيره الجميل ونوفيتيل، يعني حياه جو جميل جدا جدا، ومكان ولا اروع ولا اجمل. وده الشبر ده اعتقد تحت الترميم، تحت التجديدات يعني، ومبنى ثوره 52، المبنى اللي عنده مأذنة عامله زي الجامع دي، يعني بامانه حاجه جميله جميله جدا جدا جدا. مصر جميله جدا، وللعلم يعني بهاء وجمال داون تاون بيبان قوي في الصيف، يعني بعد العصر بعد المغرب بتلاقي بقى جمال القاهرة، و يعني الليالي الصيفية الجميلة في القاهرة بتكون على أروع وأجمل ما يكون للشوبينج والتنزه والتمتع إلى آخره. يعني خلوني كده أقلب الصورة، يعني دي جولة بسيطة بما ان يعني الدنيا خدتني على نص البلد اعمل شوية مصالح، فقلت الامر لا يخلو من اني اصور فيديو في بعض الاماكن يعني. فدي منطقة نص البلد انا بصورها في الوقت الحالي، للعلم الجو مش حر رغم ان احنا فترة الظهيرة، بس الجو حقيقي جميل جميل، وفي هواء والشمس مش عمودية ومش قاسية، يعني حر عشان جنب النهر بقى مش عارف، بس الجو هواء وجميل جدا جدا. شايف الصوت الهواء طالع في التصوير، يعني دي كده جوله جميله حبيت اعملها من منطقه نص البلد وبعض اماكن برضو. عملت النهارده الكيخيا، مسجد الكيخيا، عملت النهارده تمثال ابراهيم باشا، شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني، شكرا.